تتهور، والدمن ممكن يكون مشكله في الظهر كبيره جدا. التهور بقى المصري بيكون غير كده، التهور المصري بيكون ان انا بساعد اختي في الجهاز ده فاروح شايل شيله جامده، بعمل منظر كده في فرح ولا في حاجه فشيل العروسه لاني فرحان. الانتخابات ايا كان بقى، اي انتخابات يعني انتخابات نوادي، انتخاب مش عارف نقابه، انتخاب اي حاجه، واحد لازم يشيل حد. يعني في واحد فوق وواحد تحت، واللي فوق ده بيهتف، واللي تحت اللي فوق بيجي له كسر في ظهره، واللي تحت بيجي له كسر في ظهره، الاثنين. الجراحات تقدمت لكن بلاش التهورات. والجراحات تقدمت وبقى في نوع معين من الجراحات دلوقتي اسمه الجراحه الملاحيه. هنشوف معنى كلمه الجراحه الملاحيه. العالم كله على فكره ناحيه النافيجيشن، ناحيه الجراحه الملاحيه، وقايه، اعرف انا داخل فين، كل حاجه شايفها. في فروع كتيره في الطب، يعني في الاسنان النهارده، في المخ والاعصاب هنتكلم على الجراحه الملاحيه النهارده. اكيد يعني هنستمتع جدا بحوار اكسترورديناري مع ضيفي العزيز القيمه الجراحيه الكبيره، واسم جراحي يعني ولا اروع، وما شاء الله مهاره خاصه جدا في تنفيذ الجراحات الصعبه جدا والتقدميه العلميه التكنولوجيه اللي احرزها في نيوروسباين، حاجه تدعو للفخر في مصر. واكيد برضو جزء كبير جدا من السياحه العلاجيه اكيد يكمن في هذا المكان، في الصرح الكبير اللي ضيفي العزيز بيقوده، ضيفي العزيز الجراح المتميز الاستاذ الدكتور يوسف الحميلي. اهلا بك دكتور. اهلا دكتور ايمن، احييك طبعا على السياحه العلاجيه، واحييك على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود. الحقيقه انا متشكر جدا، ومتشكر جدا لكل مريض انت افدته. وعلى فكره انا بيصلني كثير من المرضى اللي بيحبوك قوي وبيدعوا لك كتير جدا، والله وحضرتك، وانت كنت سبب في ان هم ربنا يهديهم الى يعني طرق الشفاء. وعلى فكره كل مريض بنعمل له عمليه ناجحه جزء منه كبير في ميزان حسناتك، ربنا يكافئك عليه. ده اللي اشكرك حقيقي. يعني هي طبعا علاقه جميله جدا، سنوات طويله من العمل الدوم الحقيقه. وبحيي فيك افكارك الجديده وابداعك المتواصل، واعذرني ان انا ما بجيش كتير. انت موجود على طول، احنا بس يعني احنا عندنا ما شاء الله مكتبه كبيره جدا لكل التاريخ الطويل والعمل المستمر. مكتبه اسبوعيه بنطرح فيها افكار في الدكتور وفي الناس الحلوه ما شاء الله. يعني والجراحه الملاحيه اول من تحدث فيها في الوطن العربي كان حضرتك. وعلى فكره يعني انا ابشرك، يعني افرحك بحاجه، انه فكره الملاحه دخلت في الاسنان، بقينا دلوقتي نتكلم في فكره النافيجيشن في الاسنان، وفي كل حاجه يعني. صحيح. مش بس يعني بقت في المخ والاعصاب، في العيون، كل حاجه. الحقيقه هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والاعصاب من مئات السنين. يعني الجراحه الملاحيه دي بدات بما يسمى بالجراحه المجسمه، بدأها عالم جراحة مخ وأعصاب مع مهندس، وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع أدوية الشلل الرعاش الناجحة اللي هي الإل دوبا ومشتقاتها. وتطورت مع تطور الكمبيوتر، أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادة الطائرات. واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات، استخدام استحساسات العصب، قياسات درجات وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية، كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية. فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة. والأهم من ذلك أن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماما مع حالة المريض ومع المرض بتاعه. حتى لما باجي أعمل عملية ورم في المخ، ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية، وده بيفيد كتير جدا في تنظيم جرعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية. هقف بقى عند تفهيم البسطاء والناس العادية لمعنى مفهوم الجراحة الملاحية، ونرفع المستوى شوية ونقول إيه آخر إصدارات الجراحة الملاحية في جراحات العمود الفقري تحديدا. هي الجراحة الملاحية بالضبط هي طريقة بناخد بيها كل المعطيات بتاعة المريض، نحطها على الكمبيوتر، وفي أثناء العملية الجراحية
في قياس دقيق لكل خطوة بنخش فيها العملية الجراحية. بتدخل أي حاجة داخل جسم الإنسان بتبقى متصورة، والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية. بمعنى أنا برسم سيناريو، هعمل عملية بالمنظار، أنا معايا الجراحة الملاحية بتقول المنظار ده داخل فين، على بعد قد إيه، أنا اخترقت الجلد دخلت إلى طبقة أخرى، أنا داخل على العظم بتاع الفقرات، في مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها أستطيع أن أنا أستأصل الغضروف. يمكن لو معنا بعض الفيديوهات الإرشادية هتبلنا هنقدر من خلالها نشوف الكلام ده بشكل أكثر دقة. في عملاقين بدأوا مع بعض أو يعني بدأ نجمهم يبزغ في عالم المخ والأعصاب، جراحات الملاح أو الجراحات الملاحية وجراحات محدودة التدخل. فعايزين نبص برضو يعني احنا يبقى الحوار دايما ماشي متوازن ما بين الاثنين. يعني ايه كلمة محدودة التدخل؟ اللي اخترع جراحات محدودة التدخل هم علماء الجراحة الملاحية. أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأساتذة المتخصصين في الجراحة الملاحية. أنا مش بقول كده عشان أنا راجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط، لأ أنا بقول كده عشان ده العلم الحقيقي. اختراع إن احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجمجمة أو من فتحة صغيرة في الظهر ما ساعدناش في ده إن احنا نعمله ونطبقه صح إلا الجراحة الملاحية. وبالتالي هي الفرع الأساس الذي انبثقت عنه كل هذه التدخلات الجراحية. يكفي ان اول عمليه اجريت بالريبوت كانت عمليه بالجراحه الملاحيه في المخ. العمليات اللي بتتعمل اللي هي التيلي سيرجري او العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحه الملاحيه. الجراحه الملاحيه بتعمل عمليات المخ الوظيفيه اللي هي للشلل الرعاش واصابات الحركيه و وبتعمل عمليات استئصال الاورام، وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني، وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري. وأنا الحمد لله رب العالمين كنت من أول الناس اللي استخدمت التطبيق ده في جراحات العمود الفقري. بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري زي تثبيت الفقرات العنقية أو تثبيت الفقرة العنقية الأولى أو كسور الفقرات العنقية الأولى والثانية. مين المريض؟ لأنه لازم نختار مريض معين يصلح له إجراء جراحة ملاحية، وايضا المريض يصلح له جراحه ملاحيه بنظام جراحات محدوده التدخل. الحقيقه هو كل الجراحات يجب ان تطبق فيها الجراحه الملاحيه، لان ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقه الى العمليه وبيدينا رؤى واسعه جدا في اثناء العمليه الجراحيه. فهو مبدا وطريقه، زي لما انا بستخدم كده عندي التكييف ولا استخدم مروحه. هو أنا هستخدم التكييف، ممكن استخدمه سخن وبارد، ممكن استخدم التكييف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات. دي طريقة إجراء عملية بالمنظار لاستئصال غضروف برضو، وأنا بطبق فيها الجراحة الملاحية. فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد آخر، فأنا أقدر أطبقها حتى في الجراحات العادية. أفيد تطبيق لها طبعاً في الجراحات محدودة التدخل، في الجراحات بالمنظار، في الجراحات الميكروسكوبية. هي بتديني أن أنا أقدر أقيس دقة اللي أنا بعمله خطوة بخطوة. وبالتالي غير مسموح بأن أنا أخرج من العملية دي وعملت خطوة محتاج أن أنا أعملها بعد 3 سنين للمريض. لا، ده أنا العملية بتاعتي عملت العملية، شلت الغضروف، بعد ما شلت الغضروف بصور بالأشعة وطبق ده وقارنه بأشعة المريض، أجد هناك فروق في حركة الفقرات، أعرف أن المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات، هيظهر لي بعد 1 أو 2 من العملية بتاعتي، فأقوم عامل تثبيت في أثناء العملية. ودي حاجة جميلة جدا. كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك أو جراحات الظهر الفاشلة. التايتل ده بعد استحداث الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحة الملاحية، تطبيقات الأشعة داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدأ النافيجيشنال سيرجري أو الجراحات الملاحية، تقلص هذا المفهوم إلى أرقام ما تحت 1 من 10. ليه؟ لأن أنت خدت الأبعاد الأخرى اللي ممكن
كنت محتاج انك تعمل العمليه والمريض ده يمشي شويه ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتا دي. هنا مثلا احنا استأصلنا الغضروف وظهر لنا ان الغضروف ده بعد ما استأصلناه المريض، الفقرات قبل ما نستأصل الغضروف كانت الى حد كبير جدا ثابته، لما شلنا الغضروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات، فاصبحت الفقرات دي متحركه، فانا محتاج احط حاجه او اعمل شيء اثبت بيه الفقرات. يبقى انا استخدمت المنظار، عملت بيه العمليه، شلت بيه الغضروف من غير ما اعمل اي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العمود الفقري، لا والجراحه الملاحيه والجراحه ووجود الاشعه داخل غرفه العمليات اداني بعد اخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشي ويتحرك ويعمل مجهود، استفدت منه في ان انا منعت ان ده يحصل. هقف قدام قضيه مهمه جدا، لان دي قضيه على فكره بتطرح على كل التخصص، يعني للاسف التخصصات بقت متشابكه في مصر، يعني المريض بيدخل يسال الدكتور في حاجه تانية وده غلط، بس بالسيل تثبيت العمود الفقري، هذه القضيه تقييم حضرتك ليها ايه؟ تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائله في مجال جراحات العمود الفقري، مش بس فاد المريض اللي عنده كسر في الفقرات او عنده تجاحظ في الفقرات، ولكن التثبيت ده من الحاجات اللي ادتنا فوائد كثيره جدا. زي ما لسه كنت بقول، مريض ممكن تعمل له عمليه انزلاق غضروفي او توسيع في القناه العصبيه او توسيع في مجرى العصب او استئصال ورم، وكنا زمان بنكتفي باننا بنعمل الكلام ده وبنطلع، بنكتشف بعد ما المريض يخضع لعمل ويرجع لحياته الطبيعية ان المريض ده بدأ يحصل عنده عدم اتزان ما بين الفقرات وعدم استقرار في المنطقة اللي اتعمل فيها العملية، ومن ثم ممكن الغضروف اللي شلته يرجع تاني بالاحتكاك ما بين الفقرات، ممكن ضيق القناة العصبية يرجع تاني نتيجة تولد أنسجة وتليفات. تثبيت الفقرات لما بنلاقي في أثناء العملية ان المريض ده محتاج، او قبل العملية ان المريض ده محتاج تثبيت فقرات، احنا قطعنا على المريض ده انه يعمل عملية تانية بعد سنتين ثلاثة او اربع سنين. هو ده بعد النظر اللي اضافه التثبيت للجراحات بالعمود الفقري، وده عايز بقى رؤية وخبرة لجراح متمرس. الجراح اللي بيعمل 1000 عملية مش زي الجراح اللي بيعمل 20 عملية أبدا. الجراح اللي عمل جراحات كتير جدا ومر بكل المحطات والنقاط، يعني يكاد يكون كل اكتشافات العمود الفقري احنا بنمر بيها. مثلا الآلات الجراحية، يعني أنا كنت مسافر من حوالي شهر، أنا اشتريت آلة جراحية بنص مليون جنيه، آلة واحدة. ساعات كتير جدا بجيب آلات جراحية غالية جدا وتطبيقاتها بتبقى قليلة جدا، بتفيدني في خطوة واحدة في العملية. ده من أحدث تثبيتات العمود الفقري، إن إحنا عندنا المريض ده ما عندوش كل الفقرات سايبة، عنده جزء بس في الفقرة اللي هو مفصل الفقرة سايب. طب ما أنا مش محتاج أعمل للمريض ده بقى فتحة وأشق ظهره وأشيل عظم وأحط شرايح ومسامير وأقعد أكتفه، لا ده أنا محتاج أثبت الجزء اللي بايظ بس المشكلة في الحتة دي، يبقى أنا هحط حاجة اسمها ووشر أو تثبيت مفصلي لمفصل من مفاصل العمود الفقري. الجميل بقى ان المريض ده هيفوق من العمليه، هيقدر يتحرك، يوطي، يلعب كوره، يعيش حياته بشكل طبيعي، وانا تغلبت عن المشكله اللي كانت ممكن بعد سنتين ثلاثه تظهر لي في صوره غضروف تاني او ضيق تاني او تزحزح او الم. كالعاده نورتنا واسعدتنا، واشكرك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك الرائعه في التثقيف ونقل الثقافه الخاصه بي. اولا يعني رساله مهمه اللي انت قدمتها عبر السنوات هي نقل الثقافه الخاصه بواحده من فروع الطب اللي كانت الثقافه فيها الحقيقه بعافيه قوي. كانت الثقافه بتدعو للناس انها تروح تعمل العبو عصايه وتعمل خزامه في الودان وتعمل كي ولغايه دلوقتي على فكره موجوده في بعض الحتت، لكن احنا بنحاول نتوغل. يعني كل ما اشوف، انا ما رحت في الاقصر في رحله، يعني في سفريه كانت جميله جدا، فرحت جدا ان اهل الاقصر المكان ده عظيم، يعني مكان الصعيد عظيم جدا، بيتفرجوا وعندهم فرجه باتقان وبنهم، فده فرحني جدا. فده لما نوصل هناك ونوصل للقفور والنجوع والقرى ويتفرجوا علينا ويبداوا يتثقفوا، الناس دي ممكن جدا يكون ناس ما تعرفش تقرا وتكتب فيهم، بس عندهم قدره الثقافه، عندهم جين الثقافه، يقدروا يستوعبوا الكلام ويميزوا، يقول لك لا. والناس بدات تفهم،
لا ده ده لا هنعمل كريم للي عنده انزلاق غضروفي. ما احنا شفنا يعني الفترات اللي فاتت والله كنت يمكن وانت غايب ساعات وانا بقلب في القنوات اللي هي تحت السلم الاقي واحد يقول لك عنده انزلاق غضروفي اعمل له كريم كريم لظهره. كريم ايه اللي هيعالج انزلاق غضروفي يعني؟ مع حاجه ما تخطرش في بال حد. هو دائما العلم بينير الطريق. اه طبعا دائما كل من اتبع النور بيصل. نورتنا واسعدتنا. ضيف العزيز الاستاذ دكتور يوسف الحميلي استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره والمدير لمستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه واحد من رموز جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي. كان في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو.